بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة المتابعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يلا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. ده كده يا جماعة شكل الشارع اللي بتبص عليه الشقة بتاعة النهاردة. هنا كده بيجي لنا شكل العمارة من برة. دي كده يا جماعه العماره اهي، عماره 12 دور. ده كده بقى يا جماعه المدخل بتاع البرج اهو، ما شاء الله مدخل شيك جدا. طبعا انا بصور في رمضان، فالزينه دي معموله عشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين. ده كده يا جماعه شكل المدخل اهو، ما شاء الله حاجه شيك جدا، حاجه فخمه جدا، مساحه حلوه جدا. ده كده شكل السقف اهو. دي كده المساحه كلها بتاعت المدخل. مدخل يا جماعه كله رخام، طبعا يعني من افخم انواع الرخام كمان، ما شاء الله حاجه جميله جدا. ده فانوس رمضان ان شاء الله. بص يا جماعه المدخل، بص الشياكه، بص هنا اكرمكم الله الباسكت بتاع الزباله. برضو ده بيدل على ان السكان نفسهم او اتحاد الملاك ما شاء الله محافظ على نظافه المكان كويس جدا، والناس نفسهم نضاف. دي من الحاجات اللي بتلفت النظر لما تكون بتدور على شقه، تاخد بالك من الحاجات دي كويس جدا، نظافه المكان، نظافه السلم، الحاجات دي كلها. انا عندي طبعا هنا اتنين اسانسير، في هنا ده اسانسير، وعندي هنا برضو الناحيه الثانيه في اسانسير تاني اهو يا جماعه، الاسانسير التاني اهو. تمام، وده كده شكل المدخل بتاع العمارة. كده بقى يا جماعة وصلنا الدور اهو اللي فيه الشقة بتاعت النهاردة. الشقة بتاعت النهاردة يا جماعة 160 متر تحت العجز والزيادة. شقة تشطيبها الترا سوبر لوكس. طبعا قبل ما نخش الشقة بتاعتنا هنشوف عندنا هنا في باب حماية حديد. ده كده باب الحماية الحديد اهو يا جماعة، ده على باب الشقة، طبعا بيتقفل من هنا كده على باب الشقة بتاعك. عندي هنا عداد الكهرباء، عداد كهرباء جديد اللي هو الكارت. طبعا في عندي الاسانسير اهو، احنا كده خرجنا من الاسانسير. نبدا بقى نخش الشقه بتاعت النهارده برجلينا اليمين ونقول بسم الله ما شاء الله. يا جماعه التشطيب بتاع الشقه اهو. طبعا بنخش على ريسبشن هناك كده، بس قبل ما نوصل لريسبشن بيجي لنا حمام الضيوف. الشقه ثلاث غرف وريسبشن قطعتين ومطبخ واثنين حمام. ده كده الحمام الاولاني. ده كده يا جماعه اهو، لسه حتى الصح ما ركبش. الشقه يا جماعه اول سكن، لسه ما حدش سكنها. ده كده الحوض اهو، وده لون السيراميك بتاع حمام الضيوف. ده كده حمام الضيوف. بتجي لنا بعد كده الطرقة دي، دي طرقة كده يا جماعة بتدخلنا على الريسبشن. ده كده الريسبشن بتاع الشقة أهو. ده شكل التشطيب بتاعه. تشطيب يا جماعة الترا سوبر لوكس، أول سكن. الريسبشن ده قطعتين، اللي هناك دي قطعة واللي أنا واقف فيها قطعة. دول يا جماعة قطعتين كبار جدا ما شاء الله، بصوا يا جماعة أهم. قطعتين كبار ما شاء الله. ممكن كمان ياخدوا معاك ثلاث قطع لو انت العفش بتاعك اللي هو الكلاسيك الجديد الرقيق ده ياخد معاك ثلاث قطع، مفيش مشكله. بس خلينا نقول قطعتين مبدئيه. ده كده شكل التشطيب اهو ما شاء الله يا جماعه. بص بقى شغل الحجر، يعني انا من الناس اللي بيحب شغل الحجر جدا. شغل الحجر بيدي شياكه عاليه قوي. بص يا جماعه ما شاء الله، يعني دي المكتبه اللي هي الجبسن بورد ومعاها الحجر، فمدي شياكه حلوه قوي. ده الحجر ده طبعا مايكا اهو، ده حجر مايكا جبسن بورد. السقف كله يا جماعه طبعا في بيت نور برضو. وعندي هنا برضو عامل لقطه حجر هنا، وهنا طبعا شغل البنوه مع ورق الحائط 3D. ده كده يا جماعه. وفي مدي هنا برضو لقطه ستانلس اهي مع شغل القطيفه. بعد كده هنا بقى بتجي لنا البلكونه. دي البلكونه بتاعتنا اهي، البلكونه. وده الشارع يا جماعه، شارع عرضه 15 متر. طبعا من الشارع الرئيسي تقريبا 100 متر. ده كده الشارع اهو،
ومن الشوارع اللي هي بتكون مقفولة يعني مش مكمل للآخر، فعشان كده ما تلاقيش بقى عربيات ولا زحمة ولا كلاكسات بقى ولا ضوضاء ولا كده. يلا نرجع نكمل بقية الشقة معانا. طبعا مش هذكر حضراتكم، يا ريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. بعد ما شفنا ريسبشن والحمام الاولاني والغرف والعفن والبلكونه، تعالوا بقى نخش طرقه التوزيع عشان نشوف بقى ايه الغرف والمطبخ الرئيسي والحمام. هنا برضو مدين لقطه خشب كده، عفوا لقطه حجر اللي هو حجر الهاشمي. هنا كده عندي غرفتين، تعالوا نبدا من هناك نشوف الغرفه الاولى هناك، وبعد كده نرجع نكمل المطبخ والحمام والغرف الثانيه. دي يا جماعه الغرفه الاولى اهي، مساحتها ما شاء الله حلوه، الشقه كلها يا جماعه مساحتها 160 متر، فهتلاقي الغرف مساحتها حلوه. دي غرفه اهي المساحه بتاعتها حلوه، تقريبا الصافي بتاعها حوالي 4 في 5 او في 4 متر و80 تقريبا. هنا كده برضو ده الشباك ده بيبص برضو معايا على نفس الشارع اللي هو ال 15 متر. دي الغرفة اهي جبتها لكم من جميع الزوايا، ده التشطيب بتاعها اهو. دي طرق التوزيع، ده الديزاين بتاعها اهو في السقف برضو، الجبسن بورد برضو بالشكل الجميل ده. الشقة يا جماعة لسه محدش سكنها، أول سكن. بعد كده هنا بتجيلي الغرفة التانية، دي الغرفة التانية اهي، ده شكل برضو التشطيب بتاعها، بجيبها لحضراتكم برضو من جميع الزوايا. هنا كده عندي الشباك ده بيبص على منور، منور خاص يعني مفيش اي جار معاك في المنور، الشباكين اللي في الوش دول تبعك انت، واضحين معانا اهو. دي كده يا جماعة الغرفة التانية. بعد كده هنا على اليمين ده بيجيلي الحمام الرئيسي، الحمام الرئيسي بتاع الشقة طبعا غير الحمام اللي احنا شفناه بره. هنا كده عندي كابينة الشاور، المفروض بقى يتعمل هنا الكابينة بتاعت الشاور وتبقى جرار اهو. وده كده الوحدة، وحدة الحوض معمول رخام على فكرة يا جماعة، ده رخام معمول وحدة رخام مع الحوض، حوض يورافيت. ده كده الحمام. هنا كده بقى الغرفة التالتة، دي الغرفة التالتة اهي، ده برضو شكل التشطيب بتاعها. وعندي هنا برضو دي برضو الغرفة بتبص على منور هنا، يبقى انا كده عندي في غرفتين على منور وغرفة وريسبشن على الشارع اهو يا جماعة. دي كده الغرفة التالتة، ده شكل التشطيب بتاعها اهو، طبعا شغل القطيفة مع ورق الحائط وجبسن بورد في السقف مع برضو الفيوتك او الكرانيش. دي كده الغرفة التالتة. بعد كده بيجي لنا المطبخ، ده المطبخ اهو مساحته حلوة يا جماعة، تقريبا 3 في 3. طبعا ده الدهانات عشان لسه مخلصين دهانات وكده، شقة أول سكن لسه متشطبة. عندي يا جماعة بصوا المطبخ ده كله معمول رخام، بصوا يا جماعة كل ده رخام، ده رخام أهو، ده برضه رخام، حتى الأرفف رخام أهو يا جماعة. ده كده المطبخ، طبعا بتبص على المنور من هنا، وده مكان الشفاط. هنا عندي الحلة الستانلس الغاطس. ده كده يا جماعة المطبخ، ودي كده تبقى الشقة بتاعت النهاردة. يلا نراجع مع بعض بقى البيانات مرة تانية كده بسرعة. الشقة مساحتها 160 متر تحت العجز والزيادة، 3 غرف ورسبشن قطعتين ومطبخ واتنين حمام. الشقة تشطيبها الترا سوبر لوكس، أول سكن لسه محدش سكنها. الشقة في الدور العاشر، البرج 12 دور وفي 2 أسانسير. الشقة فيها عداد كهرباء جديد اللي هو الكارت، لسه ما فيهاش غاز. الشقة فيها بلكونة. الشقة عنوانها المريوطية فيصل، رابع نمرة من شارع المريوطية الرئيسي، على شارع بتبص على شارع 15 متر.
الشقة مطلوب فيها 1,600,000 سعر نهائي يا جماعة، شقة أول سكن ألترا سوبر لوكس. وطبعا لأي استفسار أرقامنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب، في حالة عدم الرد على طول يبعت رسالة على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 9 مساء، والأجازة الرسمية يوم الجمعة. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.